صباح الخير. بعد الضاحية الجنوبية، الإرهاب ضرب قلب باريس في أكثر الهجمات دموية في أوروبا منذ العام 2004. هذا هو العنوان الرئيسي ليس فقط في صحف بيروت إنما في صحف العالم أيضا، وتابعته صحف بيروت إضافة لمتابعة تداعيات تفجيرات الضاحية الاجتماعية الأمنية والسياسية. هذا الموضوع والمواضيع الأخرى سأناقشها في حلقة اليوم مع الدكتور وليد خوري، عضو تكتل التغيير والإصلاح. صباح الخير دكتور خوري. نفس الرعب، نفس الدموع، اعتداء باريس، تشييع الضاحية الجنوبية لبيروت. اخترت أنه أبدأ بهالمانشيت لجريدة الأوريون لجور هذا الصباح لأسألك بداية، ماذا يجري وهل علينا أن نقول كل يوم أننا بخير أينما كنا في لبنان أو في العالم؟ يعني جريمة نكراء بكل المعايير، ما في لا توصف، يعني ضد الإنسانية، ضد الحضارة، ضد كل شيء. وهالأمور هيدي هيئتها مكفية، يعني الشيء اللي بلش عنا برج البراجنة واللي كمان حصل بعدة مناطق بالعالم، يعني هذا شيء مؤشر خطير، لأنه صارت القضية منظمة أكثر. عم نشوف مش بس انتحاري أو إملي أو سيارة مفخخة، عم نشوف انتحاريين جايين كأكيب وعم ينفذوا مخطط واضح خطير بأهم مركز يعني عالمي بباريس، لكل ترمز له يعني من حرية الإنسان، حرية الحقوق، حقوق الإنسان، الحضارة، كل هالأمور هيدي بنص دين باريس. أبرياء قتلوا بدون أي سبب، بدون أي هدف، بس للترويع. هل في رسالة خاصة يعني لاختيار باريس هدف للإرهاب؟ يعني هل عم تحاسب فرنسا على دورها فيما يجري في الأزمة السورية؟ يعني أكيد لها تأثير هيدي، بس مش كافي هيك نقول بس، لأنه ما ننسى كمان 11 أيلول اللي صار بأمريكا. في وضع إرهابي عالمي مخطط ضخم، ما بعرف إذا موصول ببعضه، بس الأرجح أنه هذا عم بيعطي تداعيات وما عم بيوقف وعم بيكبر مثل كرة ثلج عم تكبر، كرة نار بسميها. تتم ل 11 ايلول ما جرى امس في باريس. شو تفسير ثاني يعني؟ ماني شايف شيء ثاني انا، هيدا كله متدرج. هلا سوريا تفصيل برايي انا، يعني في شيء اكبر من هيك. نحن عانينا كثير بلبنان كمان من الارهاب ذاته، ما ننسى قبل سوريا، قبل قصه سوريا. وهذا مكفى. الخطوره انه ليش عم بكفي؟ يعني كل هالقوى العظمى الكبيرة اللي عندها جيوش وعندها مخابرات ومعلومات، ما فيها تقدر تستأصل هالإجرام المشين. يعني ما عندي تفسير لهالموضوع، بس الشيء الأكيد أنه هلأ صاروا قدام واقع خطير جديد. لأنه عم بتهدد عدة عواصم، مش بس عاصمة باريس، يعني عم بتهدد كثير عواصم أوروبية وأمريكية. امبارح سمعنا داعش عمل بيان كمان بهالموضوع، يعني معناتها انه صار عالمي، ما بقى فينا نحصرها بمحل معين. والشيء الاساسي هلا للبلدان المتحضره اللي عندها امكانيات كبيره انه تقعد على الطاوله وتبلش تفكر جديا انه هذا خطر داهم، يعني اخطر من الحرب العالميه مثلا او شيء. انا شايف شيء كبير. جريده الفيجارو الفرنسيه اللي كتبت عن هالموضوع اليوم واللي قالت انه هو الأكثر دموية منذ العام 2004 بعد اعتداءات مدريد، أشارت إلى أن هذه الاعتداءات أوقعت أكثر من 126 قتيل و200 جريح، وذلك بحصيلة أولية. أول قرار أخذته الحكومة الفرنسية إغلاق الحدود الفرنسية، وثاني قرار اجتماع عاجل لمجلس الوزراء. لبنان ما صار نفس الشيء. الإجراءات يلي اتخذت بعد اعتداءات الضاحية هل تراها كافية؟ أقول لك شو، القضية السياسية طبعا بترافق القضية الأمنية دايما. هلا قرارات الحكومة الفرنسية تعمل حالة طوارئ وتعمل حكومة، يعني تجتمعوا كحكومة، بديهية القضية. يعني اجتماعاتنا كحكومة بتعرفي احنا شو مشكلتنا، الوضع السياسي، بس ما فينا نقول انه الأمنيين والمؤسسات الأمنية ما عم تشتغل بأقصى امكانياتها. يعني صراحه انه نحن عم نشوف امبارحه بنفس الوقت اللي كان عم بيتفجر بالضاحيه، ويعني العزاء الكامل طبعا للاهالي،
بنفس الوقت صار في كان يعني قدروا يكمشوا خيوط معينة، كان إرهابي كان بده يفجر حاله كمان بجبل محسن أو عبوا ناس في كمان بجبل محسن. كل الوضع بلبنان عم بيقول إنه عم بيعملوا كل هالشي مش انت يعلقوا اللبنانية بين بعضهم، لأنه الواحة اللي قاعدين فيها نحن اللبنانيين صلنا سنة تقريبا سنة ونص لهلأ مع كل المشاكل السياسية كانت زعجة، يعني لازم نحن نكون بحرب أو بتقاتل لبناني لبناني أو لبناني فلسطيني أو لبناني سوري لاجئ أو كل هالأمور هيدي ما صارت وما بدها شيء تصير. يعني نحن عشنا الحرب اللبنانية بنعرف أقل شغلة صغيرة بتولع حرب، أي حرب طويلة عريضة بولع حرب. هذا معناتها أنه في جهاز أمني كتير كبير مهم بلبنان، شبكة أمنية أساسية عم تقدر تخفف عنا هالعبء الكبير وعم يعملوا المستحيل تيولعوها. سيدة إلهام فريحة بتقول اليوم بالأنوار لم يعد بالإمكان التعاطي مع ردات الفعل بل مع الفعل بحد ذاته، والبلد أمام مرحلة إرهابية جديدة عنوانها الأحزمة الناسفة. وبتسأل شو هي الظروف الأقصى يلي بتستدعي جلسة للحكومة. هون الأنظار تتجه للتيار الوطني الحر وكتكتل التغيير والإصلاح تحديدا يلي هو عم بيحول دون أو ما عم بيشارك بجلسات ما عم بيحول دون. نحن مجلس الوزراء يعني هلأ بنرجع للأمور الأساسية السياسية، نحن عم نطالب بس بتطبيق الدستور بعدة يعني محطات اذا بدك بالحكومه. بس الظرف الطارئ ما بيحيد هلا الظرف الطارئ اجى غير شيء، بس عم بحكيكي نحن اساسا شو كان موقفنا. نعم. ونحن ما لنا ابدا موقفين شيء. امبارح التشريع صار لانه نحن كنا بدنا. نعم. يعني ما بدها ما اخذنا موقف من عدم التشريع، بالعكس كان عندنا شويه يعني شروط اذا بدك مثل ما كل كتل سياسيه بيكون عندها وصار في تشريع. نعم. ولكن دقه المرحله دكتور خوري ممكن تخليكم كتكتل تغيير واصلاح ترجعوا تحضروا جلسات مجلس الوزراء ووضع الاعتراضات جانبا. نحن بوضع سياسي متازم بلبنان. نعم. مش نحن اخترعناه. صار عندنا لانه امر واقع. امر واقع لانه. نعم. لانه لم نرى تجاوب بولا محل. نعم. ونحن قوى سياسية مثل ما كل القوى السياسية لها حق، نحن لنا حق، كلنا يعني القضية كانت لعبة سياسية. هلأ الوضع صار خطير يعني إرهابيا ما عاد فينك بقى يعني نتسلى، واجتماع الحكومة بحد ذاته شفنا يعني انه مش هو اللي وقف مثلا عدم حل النفايات. نحن بالعكس نحن مع قصة حل النفاية، عم بحكي كوضع رازخ على صدور اللبنانيين، مش التيار الوطني الحر هو اللي وقف قصة النفايات، اخذين قرارات بالنفايات من زمان. نحن كنا عم نطالب بالعكس لتوقيف سكلين بكتير امور، نحن كنا بالعكس نحن ضوينا على الامور. هلا ما صارت لانه مش لانه الحكومه اجتمعت، لا لانه نحن الحكومه ما حلت شيء يعني بكل بساطه عم نحكي على صعيد النفايات. طيب. نفس الشيء بالنسبه لل يعني اجتماعات الحكومه بحد ذاتها لكن لم تكن منتجه، الاهم هي على الارض شو عم بصير. ولكن معنويا حكومة موحدة تواجه وضع مماثل، أنت ضد هذا؟ أنا عم بقول لك إنه هذا الوضع تغير هلأ بالوضع الجاسم اللي عندنا اللي صار خطير جدا وما ممكن نكفي. امبارح سمعنا تكذيبات إنه الفلسطينيين ما خصهم يعني مثلا. نعم. هلأ وأكيد ما خصهم لأنه عرفنا بالجلسة امبارحة رئيس بري خبرنا إنه وصلت له تأكيدات من الأكبر قوى سياسية فلسطينية إنه ما خصهم الفلسطينيين بالقضية، حتى الأسماء اللي حطتها داعش ما كانت أسماء موجودة، كانوا ميتين هودي من سنتين. نعم. يعني الأمور رايحة على محل إنه بدهم يعلقونا ببعضنا كيف ما كان، اللبنانية مذهبيا يمكن بين بعضهم، لبنانية وفلسطينية أو لبنانية ولاجئين سوريين، نحن بمحل خطير جدا، أكيد القوى السياسية لازم يكون عندها هلا مسؤولية كاملة تتقدر ترجع بلش يمكن الحكومة تجتمع أو بطريقة ما إنه يصير في توافق سياسي معين إن كان بلجنة الحوار أو. نعم. بمحل تاني ونحن حاضرين لكل شيء. أكيد إنقاذ الوطن واجب قبل فوات الأوان. كاريكاتير سافرو جبرا اليوم بجريدة البلد من وحي العنوان الأمني، لا مش هيدي هي الكاريكاتير، كاريكاتير تانية إذا من وحي العنوان الأمني لبنان، خريطة لبنان ملفوفة بضمادات ومرفوعة على عربة يعني راكدين فيها على عربة إسعاف. هل لبنان اليوم دكتور خوري بوضع حضر خطر لحد منقول إنه يحتضر أو في خوف على لبنان لهذا الحد؟ أنا شفته امبارحة من بعد
تفجيرات برج البراجني، بالعكس الانتفاضة الكبيرة اللي صارت من كل القوى السياسية قاطبة، حتى المختلفين جدا مع كل شيء له علاقة يعني بالبيئة الحاضنة تبع المقاومة أو شيء، يعني بالفعل أنا كنت كتير مرتاح أنه بالفعل صار في الوضع أنه كلنا لبنانية، عم كلنا لبنانية، ما في انه الارهاب ما عم يفرق يعني بين المذاهب وبين المذاهب. انا ما شفت هالشيء هذا قدر يعمل شيء قدر يخرق، وهذا بيعطينا امل كثير كبير للمستقبل، انه كلنا واعيين على المخطط، بطلنا نوقع باللي وقعنا فيه بالحرب الاهليه بكل صراحه. وطبعا يمكن في كمان خوف من انه لبنان يصير مرحله اذا بدك انتقاليه لاوروبا او لامريكا بالارهاب، من هيك يعني صندوق بريد تقصد او ساحه لتبادل الرسائل؟ اكثر من ساحه، انه يكون هو منصه لذهاب، وهذا كان يعني برجع بقوله دائما لعماد عون قايلها من 5 سنين، انه القضيه انه انتبهوا على لبنان، لانه لبنان ممكن يكون ممر لكم يا اوروبيين بالنسبه للارهاب، هذه شغله اساسيه. وبعتقد انا كل الدول الكبيره ومجلس الامن كان شيء ملفت امبارحه، مجلس الامن هو يعطي اساسا بيانات إدانة لتفجير صار، يعني سمعنا طبعا عدة تفجيرات صارت، ما سمعنا ولا مرة مجلس الأمن هو بحد ذاته مع بانكيمون حكي على قصة تفجيرات بالضاحي. هذا مؤشر كمان أنه القوى الدولية والعظمى مهتمة جدا بلبنان وبأمن لبنان، وكلهم فتحوا أنه إن كان الروس والأمريكان وكل الناس أنه شو بدكم تنساعدكم، إن كان بالعتاد وإن كان بالمخابرات أو بالمعلومات. هذا شيء بيريح نوعا ما اللبنانيين، مع العلم انه نحن معرضين جدا على هيك طريقه اذا بدك تفجيرات يلي ما حدا بيقدر يوقفها، يعني ما حدا يكون علي الامين اليوم بالبلد سال هل بدات رسميا حرب داعش حزب الله، بيقول الحرب المباشره مع داعش ربما قد تكون السبب المباشر لجعل لبنان ساحه جهاد لهذا التنظيم الارهابي بمحاوله منه لتوسعه دائره الاشتباك تخفيفا للضغط يلي عم بيتعرض له بسوريا وبالعراق. قديش بتشوف اللي عم بيصير بلبنان مرتبط بالميدان السوري؟ كله معقول، لانه يعني كمان الشيء اللي صار بباريس امبارحه كمان مرتبط، يعني شو بده يكون مرتبط بشو؟ بس برجع بقول انا بتدخل حزب الله تحديدا بسوريا مثل ما اشار زميل علي الامين. معقول يعني كله معقول، بس شفنا كمان مناطق ثانيه بجبل محسن شو 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 له علاقه حزب الله هنيك، يعني ليش كان بدهم يفجروا هنيك امبارحه؟ نفس القصة، يعني التفجيرات عم تصير بكل لبنان، هدفهم خض لبنان كله سوا تيكون في كمان إمكانية يمكن لتفجير الوضع الثابت بلبنان. هلا نحن ما ننسى كمان انه عندنا 1.5 مليون سوري وعندنا 500,000 فلسطيني، يعني في كثير وفي ارهابيين موجودين متداخلين بمحل مكان، خلايا نائمة مثل ما بيقولوا جاهزين، الناس عم بيقتلوا حالهم، يعني في موقع خطير. امبارح 8-7 مفجرين حالهم، يعني رايحين اكيد شغله ما بقى فيك توقفيها هي. قبل التفجيرات كانت لافتة كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بخصوص دعوته لمبادرة أو لتسوية لبنانية، واليوم تتجه الأنظار أيضا لكلمة قيل إنها ستكون على جانب من الأهمية سيلقيها هذا المساء. مبادرة نصر الله والموضوع السياسي وما أنتجتها الجلسة التشريعية سنتابعها معك دكتور وليد كوري بعد التوقف مع أول فاصل. لحظات ونعود لمتابعة كلام بيروت. إذا نعود لمتابعة هذا الحديث مع دكتور وليد خوري. منشات اليوم جريدة السفير تقول دماء البرج تزخم مبادرة نصر الله، هل يتلقفها الحريري؟ المبادرة بحسب السفير مؤلفة من جملة واحدة، لا حل لأزماتنا السياسية والدستورية إلا من خلال حوار يفضي لإبرام تسوية سياسية شاملة تتضمن سلة متكاملة، رئاسة الجمهورية، الحكومة رئاسة وتركيبة، مجلس النواب والقانون الانتخابي. أي. أولا هل عندك علم بتفاصيل هذه المبادرة؟ لا، بعدها هذه مطروحة أنه لازم يصير في مبادرة، لازم كل القوى السياسية تحكي مع بعضها لإنتاج
شيء ما مثل بيقولوا دوحة تانية يعني بيروت تانية. مين بده يرعاها لبنانيا هذه المرة؟ يعني ما حدا بيرعاها. هون المشكلة هلأ أنه ما في راعي، يعني القضية صارت متشعبة جدا وما بقى فينا نكفي هيك، وواضح جدا أنه البلد على شفير خطير، إن كان بالإرهاب وإن كان بالاقتصاد وإن كان بكتير أمور، بالتشريع وبالدستور طيب أنه بالآخر شو ناطرين؟ هل بالامكان سوريا تتخلص؟ ما تخلص. هل بالامكان هنا الفصل، فصل ملف لبنان عن مسارات المنطقه وملفاتها؟ ان يعني اذا بنحكي دوليا لا معك حق، لا لبنانيا هل بيقدروا الفرقاء اللبنانيين يفصلوا لبنان عن مسار الوضع؟ والله كل واحد يسال حاله اذا هو بيقدر يكون مستقل عن ما يحدث في الاقليم، في المنطقه، في الاقليم. هلا الاستقلاليه كيف بتكون؟ انه في ناس مرتبطين يمكن بدول او بنصائح دول او بهذا، وفي ناس حرين ومستقلين، يعني نحن نعتبر حالنا قرارنا بايدنا كتغيير واسلحه حلفاء يعني ما في لا امريكا بتحكي معنا ولا يعني بتقدر تاثر ولا 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 ايران ولا شو بدي اقول لك، يعني بتسمي كل هالمنظومات يلي هي لها علاقه بالسياسه اللبنانيه، نحن بحل منها، يعني القرار كله بينعرف انه قرارنا بايدنا، ان كان جنرال يعني معروف صار وتاريخه بيشهد. هلا الامور الثانيه عند غير افرقاء سياسيين هن بيسالوا حالهم، هل يا ترى نحن قرارنا لحالنا كلبنانيين او لا؟ هيدي مش نحن بدنا نجاوب عليها. هن مين بتعتقد قراره مش بايده؟ والله ليكي بتطلع وبتنزل اوقات، اوقات تكون قرار بالايد نتفق على امور بيوصل لوقت ما بخلوها تصير، طيب مين ما بخليها تصير؟ يعني ليش ما بصير بس يتفقوا اللبنانيين بين بعضهم؟ ليش بيجي وقت بيوصل لمحل انه لا ممنوع ما تكفوا، ممنوع تكفوا؟ حتى بدقائق الامور اللبنانيه في تدخل من الخارج؟ لا مش بدقائق الامور، بس عم نحكي على امور كبيره، انه بس كتلتين وازنتين بالمجلس النيابي يتفقوا، في كثير امور بتسهل، ان كان مثلا تحديد الحكومه كيف صارت؟ ليش صار حكومه؟ لانه يمكن خارج كان بده اياها تصير، بس نحن بدنا اياها تصير. يعني نعم. بدون ما يكون التقت إرادة الداخل والخارج. طيب هلا بتقول جريدة السفير يعني بموضوع التسوية في صعوبة للتفاهم على قانون انتخابي موحد حتى الآن. هلا أكيد إيه كل واحد عنده يعني يمكن إذا كل هوديك مذللة عقاباتهم تبقى عقدة قانون الانتخاب. رح أقول لك شو القصة بكل بساطة، كل مكون سياسي همه إنه الانتخاب يربحوا. لا يعني عنده مثلا حسبي 5 نواب بده يكون في عنده 10، نحن عندنا 27 نائب، يعني كتكتل تقريبا بدنا اياها تكون 40 يمكن. انتوا والقوات مين بيمنع انه تكونوا على لوائح وحده؟ ما في مانع، بالعكس ما في ابدا مانع. يعني هلا الامور اللي سايره بعد ما حكينا بقصه انه الانتخاب بينه وبينهم، بس ما في شك انه في نيات صادقه اكيد، وانا بقول لك اكثر يمكن القوات بيربحوا اكثر لو في اتفاق مع تكتل تغيير واصلاح. يعني بالمناطق اللي فيها هالتزاحم اذا هالتزاحم بيزيل وبصير في نوعا ما اتفاق لايصال نواب من المالتين، ليش لا؟ بسموها وين وين بالانجليزي، نحن بنربح وهن بيربحوا، يعني مش غلط، بالعكس بنكون عم نرجع ننشئ مظبوط اللي لازم يصير. يعني في مناطق كبيره منا ممثله تمثيل فظيع، ان كان عم نحكي هلا مسيحيا بما انه احنا بنمثل مسيحيه والواد بيمثل مسيحيه، بالعكس عم نطرح امكانيه زياده او التمثيل المسيحي ان كان عند القوات وان كان عندنا وان كان عند الكتائب وان كان عند يعني كل المكونات المسيحيه اللي بتعتبر حالها بتمثل الشعب المسيحي، ويمكن في مكونات بعضها مش ظاهره يعني وما عندها مجال ابدا تظهر كمان، ليش لا؟ يعني بموضوع الجلسة التشريعية في انطباع انه هي اخر جلسة رح تكون لانه قانون الانتخاب كثير صعب بيتم الاتفاق عليه، هل معقول صار في اتفاق انه تكون ما يصير في جلسة ثانية الا ما يكون قانون الانتخاب؟ اوكي هيدا محفز، محفز هيدا هل ممكن تفاجئ؟ هذا محفز انه هل ممكن الكتل المسيحية تفاجئ شركائها بالوطن باتفاق على قانون موحد؟ قديش بالنسبة المئوية قديش هالاحتمال وارد؟ هيك واحد بده يبصر يعني ما بعرف، لا ما عم بيصير في لقاءات يعني ايه في لقاءات بس بعد تذكرنا ايام الجبهه اللبنانيه وتوحد المكونات المسيحيه، صار في تذكير بالعام 92، يعني بعد الامور عم تتغير بعد اذا بدك حوارات جنينيه يعني
امبريونير بعدها يعني شيء انه بعد لم تتكون اذا بدك. نعم. هلا الشيء اللي لازم يصير انه بالفعل نبحث جديا بكل صراحه شو اللي هلا مشكلتك بالمكونات المسيحيه انه كمان مرتبطه بمحلات تانية بمكونات اخرى ان كان ب 14 اذار او بثمانية عم نحكي عن حالنا والقوات مثلا كل واحد عنده توازناته يلي كمان ما بتمشي الامور اذا ما كان الفريقين الوازنين بالبلد نوعا ما يقبلوا. هلا القوات والمستقبل عملوا مثل قانون منتخب قانون مقبول من اثنين وانضم لهم الوزير وليد جملاط يلي ما بعرف قديش نسبه الانضمام كانت يعني هل يا ترى انه ايه نحن معكم بس بالاخر الخواتيم ما راح توصل ما بعرف بس نحن طبعا القانون مثل ما هو متفقين عليه مش موافقين عليه نحن. هلا هل يا ترى بصير شيء ثاني جديد عم بينحكى ما بخفي عليك يعني عم بصير في بحث بهالامور بين الجهتين كان يعني تيار او القوات. جورج بكسيني اليوم بجريدة المستقبل عمل حديث مع المعاون السياسي للرئيس بري وزير المال علي حسن خليل يعني مفاده او وصف قانون الانتخاب قال انه رهن الغموض البناء والاتصالات بعيدة عن الاعلام بين القواتيين والعونيين حول قانون الانتخاب حوار قطع شوط بعيد بالتوافق على المطالبة باعتماد الدائرة الفردية وهي الصيغة التي ربما تناسب معظم القوى السياسية الأخرى التي تعارض العودة لقانون الدوحة من جهة أو يلي بتعارض النظام الانتخاب النسبي. الوزير عم بيقول هيك؟ لا تحليل أوساط قوتية وعونية بتقول هالشيء. أوكي. ايه ممكن. قديش ممكن التغيير والإصلاح يمشي بقانون وفقا للدائرة الفردية؟ نحن تخوفنا من الدائرة الفردية إذا بدك من الأساس هو عنصر المال يلي المال؟ كلنا بنعرف المال كلنا بنعرف بس تصغر الدائرة وتصير فردية يعني بصير عنصر المال أساسي يعني نحن بنعرف عنصر المال شو كان بالاخر الانتخابات مش نحن عم نقوله عند المسيحيين يعني عند الكل بتقصد؟ عند كل لبنان لا ما هو المقال بيقول انه النتائج معروفه سلفا بالساحات السنيه والشيعيه والدرزيه بنسبه كبيره ولكن يصعب التكهن بها بالساحه المسيحيه يعني هي المشكله تحديدا على طول هيك صارت يعني على طول الانتخابات الفعليه عم تصير هون عند المسيحيين اذا بدك نعم الانتخابات الصحيحه بس نحن برأينا انه النسبية مهمة ان كان لاظهار كمان صوت المعارض محل ما كان حتى بالطائفة السنية وحتى بالطائفة الشيعية لانه احنا بالطائفة المسيحية اوكي في معارضين في يعني في ناس ضد ناس معروفين وعم بيطلعوا اثنينهم بالتاني هنيك لا احادية ومش بس هيك اخديننا كمان من مناطق يعني نحن مفروض يكون لنا تمثيل فيها هذا الشيء ما ممكن يكفي على القانون القديم من هيك هلا في اجتراح جديد لازم يكون انه يصير في قانون بالفعل عادل لكل الفرقاء السياسيين تيصير في انتظام بالبلد والا السياسه بالبلد حتضل هيك معسره الحكومه ما ممكن تمشي من هيك نعم اقول اساس كل شيء بالبلد وكل الحراك المدني اللي عم بيصير ما ممكن يتغير شيء بالبلد الا ما يصير في قانون انتخابي عادل ويصير في قوى سياسيه جديده او 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 التمثيل يكون صحيح لهالقوى ويبلش اللعبة الديمقراطية تمشي نحن أعرق بلد ديمقراطي طيب أي قانون دكتور خوري بتشوفه عادل النسبية طيب. النسبية يعني فكرة النسبية أنه يكون في عندك نعم وفقا لأي توزيع دوائر كبيرة دوائر أكبر صغيرة أكبر ما تكون الدوائر قد ما أحسن يعني أكبر ما تكون ما بتدوب الأصوات هلأ في كان الوزير شرب العامل قانون 13 نعم. دائرة نحن مقترحين 15 مثلا نعم وهذا صار فيه توافق مسيحي ببكركي على هالموضوع بين نعم. كل القوى المسيحيه كان نحن وكتائب القوات والمرده انه بهالموضوع هذا نوعا ما والمستقلين كانوا كلهم نواب انه لا نحن نقبل اولا بالطرح الارثوذكسي ثانيا بالطرح النسبي مع 15 دائره وليش لا يعني انه هذه الامور دغري بس تقول نسبه في قوى سياسيه اخرى تقول لا هذا انتم مش وارده ابدا مين قصدك تيار المستقبل الوزير جملاط يعني؟ وتيار المستقبل اثنين اكثر ناس لانه معارضين. برايهم يمكن النسبيه لا تستقيم بوجود سلاح محطوط على الطاوله قد يكون له بس هذا السلاح رح يكون معارضين. موجود بكل المحلات يعني نسبيه او اكثريه ما كان موجود كمان قبل شو تغير يعني اجى إيه بس ما بيكون ساعتها له سطوه بكل لا ما بيكون له سطوه او وهره
حتى اقول خفف الكلمه بكل المناطق، يعني ساعتها بكون وهرته محدود بمناطق معينه، معروف وني يعني. نعم. بدون ما يكون في سلاح معروف انه الانتظام. نعم. الواضح انه عند الشيعة يعني وين بيروحوا، يعني معروف انه ما في نائب طلع غير شيء. ليه؟ لانه النظام اكثر. اللي عم نقول نحن النظام النسبي يمكن يخلق ناس يجوا معارضين للوضع الشيعي هذا القائم. بالنسبة لقانون الانتخاب، بالنسبة للانتخابات الرئاسية، اليوم جريدة الديار سألت هل عجل الانفجار في الضاحية الجنوبية بانتخابات الرئاسي؟ تقول الصحيفة إذا ما كان من حظ العماد عون أن يصل إلى رئاسة الجمهورية وتم الطلب إليه بالانسحاب فقد يكون له حق الفيتو، والعماد عون أهم فيتو يريد استعماله هو عدم وصول العماد قهوجي لرئاسة الجمهورية. شو تعليقك؟ بعتقد يعني اولا عماد عون ما حدا حيطلب منه انه يتنحى، لانه هيدي بتعرفي يعني عماد عون اللي ما بيعرفه انه ما ممكن حدا يقول له اعمل اتنحى يعني انسحب، مش وارد. اذا كان هو بموافقته هو بده يقول بده يوصل لقناعه يقول انا بدي انسحب، خلاص انا بدي انسحب لانه برايي في يمكن حدا تاني يعني بالنسبه له. نعم. بس هذا يعني مش قصه فيتو او مش فيتو، مش وارد هلا بعد هلا، انه هو شو بده يعمل لهلا لعماد عون واضح مش شايف حدا تاني أبداً بيقدر أبداً يكون أبداً. بتقول الديار اذا وافقوا على اعطاء العماد عون قياده الجيش لصهره العميد شامل روكوز ينسحب مع تامين الخارجيه لصهره الوزير جبران باسيل وقياده الجيش لصهره العميد روكوز، ومن هنا نرى ان الانفجار عجل بمشروع التسويه بانتخاب رئيس الجمهوريه. لا دخي يعني هودي كلهم تكهنات صحفيه، لا تكهنات بس مطالب للعماد عون. لا قصه قياده الجيش بدرجة الكلام. لا بس كل معركته بقصه قياده الجيش كان معروف انه لا في هو الجنرال شامل أبداً روكوز. هو ابدا ولا مره قال اسمه يعني هو ما ولا مره قال اسمه، بس هو بالنسبه كل الحكي يعني كان عم بقول لك نحن بالتكتل نحن كان بدنا انه يصير في تعيينات امنيه بقوى الامن الداخلي وبالجيش ومحل ما كان وتتنتظم الامور، يعني معروفه القصه وصلنا ست اشهر عم نحكي بهالموضوع. طبعا بين القوى يعني بين الضباط اللي ممكن مستحقين اوكي موجود، بس بحب اذكر انا صهر العماد عون ما صارلوش 5 سنين صهره، يعني انه هذا عنده تاريخ بال 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 بالجيش عميد روكوز يعني ما حدا بينكره. نعم. بس بلش 30 سنه يمكن صار له بالجيش، اخر 5 سنين اوكي صحيح صار صهره الجنرال عون، بس شو بتاثر يعني منا هيدي القصه الاتيكيت العظيمه يعني اللي هي عم تخول وتكون هيك. بموضوع الرئيس الاول والرئيس الضعيف لفتني ما قال الكاتب سعد الله مزرعاني اليوم بجريده الاخبار، بيقول قبل ما نناقش مين هو الرئيس القوي بالفعل ينبغي القول انه الرئيس المصنف قوي ينبغي ان يكون طائفيا بموقعه الرسمي المنشور ليسترد حقوق المسيحيين من جهه، وفئويا في طائفته ليعزز نفوذ حزبه بوجه المنافسين، بذلك سيكون ذلك الرئيس تصادميا لا محاله. وبيعتبر الكاتب مزرعاني انه التيار الوطني الحر خسر صداقات وعلاقات بشكل كامل او محدود بما اوحى بعمليه خلط اوراق بغير مصلحته، انه خوض العماد عون معركه الحقوق خسروا وراء وما راح يخليه يكون هو الرئيس القوي كما يامل ان يكون ذلك. يعني خذها من الاخر، برايي انا في قوى سياسيه ويمكن اقليميه ما بدها انه يوصل لعماد عون لهون لعده يعني اسباب، وكل الامور عم تدفش لهالموضوع، الميديا بتعرفي يعني في مثل نعم. بس الكاتب سعد الله مزرعاني منه قريب من فريق 14 اذار على حد علمي يعني، وصدور المقال بجريده الاخبار كمان يعني ما مش صادر كله إيه، بس حتى من يعني الناس القريبين منا كمان اوقات ما بيكونوا كثير يعني حابيننا اذا بدك تعرفي كمان. بس بالامور السياسيه الرئيس القوي بينطلق من قوه البرلمان عندنا، نحن منطلقين من 58 نائب حطوا ورقه بيضاء يلي هن هو رح يكونوا مع العماد عون، عم بيقولوا كل يوم وكل ساعه. وفي الفريق الاخر كمان عندهم 48 نائب مع الدكتور جعجع. نعم. يعني الامور صارت على ال 17 16 نائب اللي اخذين قرار بالانزواء اذا بدك مع المرشح الثالث دكتور استاذ آري حلو. الامور اذا بدنا ناخذها بالدستور وبالسياسه هي هذه الاوزان، هاي الاوزان. نحن بنعتبر حالنا ايه رئيس قوي بس يكون عندك هالقد وزن، ما وصلنا ل 65 صحيح بس
يعتبر قوي يعني. نعم، ولكن خوض الجنرال عون كل معاركه على شعار حقوق المسيحيين، ما بتعتقد ضعفه وطنيا؟ انه ما بتعتقد انه حقوق المسيحيين هلا يعني في مشكله فيها؟ اذا مش معتبرين انه حقوق المسيحيين في مشكله فيها، نعم، بس هو رئيس لكل الوطن، مش حكم بس رئيس للمسيحيين. بس هو كمان الوطن ما بده يزبط ليكون فيه. نحن لو كان عندنا قانون عادل منه عم بيستولد من سنه 92 لهلا، نعم، اذا عندنا قانون عادل ما كان عندنا نواب اخرين ممكن كمان يوصلوا لشيء تاني بلبنان، ما كان فينا نحل امور كتير، نعمل حكومات مثل الخلق، نقدر نعمل توجه سياسي معين. لا، نحن اخديننا رهائن مشان تيعملوا سياساتهم اللي هي سياسات الاكترية، يلي هالاكترية عم تستولد من سنة 92 لهلا تماما بالقوانين المختلفة اللي صار قبل انعقاد الجلسة التشريعية. هل اعادك بالذاكرة للعام 92؟ بالجلسة من جهة التشريعية قبل الجلسة، قبل ما تصير الجلسة التشريعية، التموضع المسيحي اللي صار، إيه؟ هل ذكرك بالعام 92؟ انه الاتفاق اللي صار بيننا، نعم، وبين القوات وحتى الكتائب، ما انه كافي كان يعني، مش لا ما صار في جبهة وطن، جبهة شو بسموها لبنانية اللي كانت قبل، اللي كانت صراحة جامعة هالمكون المقاوم اذا بدك، اللي كان بوقتها ضد الوضع السوري وضد الفلسطينيين، يعني كان في عندها حيثية تانية كان لا ما شفت هيك صراحة، ما شفت هيك. وأنا بيني وبينك إنه سعيد إنه ما كنا هيك مقوقعين، لأنه في محل ما كنا قبل مقوقعين، ما كان في عم بحكي بالفترة السابقة. هلا كل واحد عنده يعني 14، في ناس مع 14، في ناس مع 8، مش غلط مسيحيا، مش غلط، بس على القليل اعطونا يعني وضعنا الاساسي بالدستور اللي هلا مش موجود. طيب، انعقدت الجلسه التشريعيه، ما بتعتقد دكتور خوري مثل ما قال اليوم نقولها نصيف بالاخبار انه انعقادها بالشكل يلي صار فيه كرس قاعده جديده من غير المستبعد ان لا تستبد بانعقاد اي جلسه مقبله، ابرزها تحويل الميثاقيه لفيتو بين ايدي الكتل الكبرى الرئيسيه الممثله لطوائفها على نحو يجعل من ممانعه اي منها سنيه شيعيه او مسيحيه سببا مباشرا لانفجار ازمه وطنيه خطيره او شل المؤسسات الدستوريه؟ ما كرس قاعده جديده بتشبه يلي هلا سارية بمجلس لا الوزراء؟ لا، لأنه بالكتل السياسية أو في اتفاق أو في نفور، وبس يصير في يعني عدم اتفاق بصير في، نعم، تصويت، وبالتصويت بنعرف أنه وين الأكثرية وين الأقلية، وهذا اللي صار بعدة، نعم، مفاصل. بس صار في يعني قاعدة جديدة أنه إذا أي من المكون المسيحي السني أو الشيعي ما إجا تنفجر أزمة وطنية. هذا الرئيس بري يعني أثبتها وعملها، بس أنه وأنتم مشيتوا فيها بقصة مجلس النواب بالنسبة انه امتناع المسيحيين عن الحضور، إيه؟ كان سيفجر ازمه وطنيه، ايه، لانه لازم يحسوا يعني كلهم المكونات يعني بعدنا بالنهايه في البلد، إيه؟ بعدنا في شعور انه شبح الخلاف او المشكل المسيحي المسلم ما زال نهائيا بعد كل هذه السنوات. فيني اقول لك نحن يعني عم بحكي من منطلقنا باخر جلسه تشريعيه، نحن كنا عم نطالب هل انه يحطونا على الجدول، مظبوط، نعم، حتى لو كانوا مبين انه ما راح يصير في اتفاق، ونحن والقوات كنا متفقين انه في هالقانونين، في استعاده جنسيه وفي، نعم، هيدا وفي قانون الانتخاب. قانون الانتخاب عظيم صار انه حنحط قانونين من الثلاثه، ونحن اساسا تجديد السلطه السياسيه عم نطالب فيها من سنه، يعني انه قانون انتخاب مثل الخلق يعني ضروري ينعمل، والتجديد اللي صار من مجلس النيابه من سنه ونص واللي قبله كمان شرطه كان ينعمل انتخابات، مش نحن قلناها، مجلس النيابه كله اقر انه لازم يصير في قانون انتخاب، طيب هذا الشيء ما صار على سنه ونص. قلتها بديهه انه يكون في بحث بهالموضوع باول جلسه. هالاصرار اللي صار عندنا بين القوات وبين التيار الوطني الحر لتنفيذ هالامور، يعني ما بدي اقول عمل انه يصير في جلسه تشريعيه. والا وينحط القانون على يعني على الطبقه ونعمل التسويه اللي كلنا بنعرفها. طيب اذا ما وقفنا نحن، كان حدا حكي بقانون الانتخاب؟ كان قالوا انه بثاني جلسه رح يصير في قانون الانتخاب؟ لا، هيدي قوه سياسيه عنا اياها وديمقراطيه، يعني ما حدا عم بيقول انه نحن بدنا نفشل او بدنا نجاح الرئيس الحريري بحل هذه الازمه، ماذا اكد؟
بالنسبة ل يعني الرئيس الحالي ما بعرف شو كان دوره الصحيح أنا بالقصة، بس بعتقد أنه أكيد كان تعهد بأنه ما رح أنه رح يصير في فيتو ثالث فيتو ثاني غير مسيحي سنة إذا ما كان قانون الانتخاب على أكيد أجل. أثر على الموضوع وحل الأمور تنزلنا على جلسة، يعني ما في شك أنه بس كمان لو ما وقفنا ما كان صار، يعني بكل بساطة الرئيس الحريري كان ماشي بالجلسات ما عنده مشكلة تشريع، يعني هالوقف اللي عملناها هي اللي خلت كل هالأمور تندرج، إن كان مع الرئيس بري وإن كان مع الرئيس الحريري. من هيك عم بقلك أنه نحن بحاجة لفرض وجود. هلا بتقولي لي مسيحية ومذهبية، بقلك إيه يعني ما في حل تاني، وهذا الفرض الوجود عم بيكون بالقطر الأطر الدستورية بدون ما نلجأ لشيء تاني. جئنا للشارع بطريقة حضرية مرتبة عم نقول لهم أنه انتبهوا نحن مكون أساسي ونمثل ووحدنا كنا، هلأ يمكن يصير أكثر إذا ضلينا هيك يعني. من أجل ذلك قيل أنه خليهم ما يتفقوا فقط على التعطيل، يفرجونا اتفاقهم بالرئاسة وبقانون الانتخاب وبغيره، ما حدا بيعرف شو بصير يعني في سيربريز كل شيء معقول. بعد الفاصل منتابع حديثنا على ماذا رست الجلسة التشريعية بالأمور الأخرى، شو قصة التوتر بينكم وبين تيار المستقبل بموضوع أموال البلديات، وين صار موضوع النفايات يعني نسيناه بعد كل هذه التطورات. لحظات ونعود. نعود لمتابعة كلام بيروت بالقسم الثالث والأخير مع دكتور وليد خوري. إذا الجلسة التشريعية بحسب النهار قد تكون الأخيرة التي لا شيء يضمن انعقادها مجددا، ولذا أثقل التشريع بطابع الاستعجال وتم تجنب الإخلال بالتسوية السياسية بأي ملف. مارلين وهبي بإشارتها لهذا الموضوع عنونت على توتر الأجواء بين التيارين، تيار الوطن الحر وتيار المستقبل، وتعهد الرئيس تمام سلام بأخذ موضوع أموال البلديات إلى مجلس الوزراء. شو فيك هيك تخبرنا؟ لا رح أقول لك شو صار. يعني صراحة بأول الجلسة وتطرح الموضوع والقانون اللي مقدمه العماد عون يلي هو نحن عم نحكي عنه من 5 سنين بحب ذكر، واللي نحن وقفنا يعني المال اللي يعود إلى البلديات بوزارة الاتصالات، كنا بنذكر هالموضوع لإعادة الحق إلى حق يلي صاحب الحق نعد له حق للبلديات للبلديات يعني. نعم. هلا بيقوم الرئيس سلام بيقول إنه بالحكومة عم بيعدوا هني لمرسوم وهالمرسوم متعدل مرة مشان توزيع الـ يعني أخذوا قرار إنه أموال البلديات اللي مواصلة على الصندوق البلدي المستقل منه من جراء الخليوي يلي هو مش ملحوظ بالقانون، يعني لأنه بس ملحوظ بالقانون هو الـ TVA تبع الفواتير الهاتف الفيكس، مش ملحوظ بالقانون لأنه ما كان في خليوي من 94 لهلا. بقى الخليوي كمان عم يشيلوا منه 10% اللي هي TVA، هيدي المفروض تكون تروح للبلديات، ما عم بيعرفوا اي بلديات واي شيء. بقى عملوا مثل قرار جامع بمجلس وزراء مشان طيب وزعوا العائدات حسب نسب معينه، كان في خلاف عن النسب حل. بقى اجى عم بقول الرئيس سلام انه نحن مش ضروري هالقانون ينقر لانه نحن عم نعمل رح نعمل الشيء اللي هالقانون قايل تيعمله. نعم. بقى هلا نحن طبعا مصرين كنا انه ينحط القانون لانه بنعتبر انه يمكن هلا في رئيس سلام ما بنعرف شو بصير من وقتها ل يعني بعدين، ويمكن هالشيء ما يترسخ بقانون. يعني نحن بدنا انه عائدات البلديات تجي لها دغري، ما تمرق بالصندوق البلدي المستقل لانه في استعملت بسكلين وصار بلديات مديونه بدون ما تعرف عن سكلين، وهذا بدون ما يسالوها يعني حتى. طيب هيك امور مش لازم تصير يعني بالقانون. انتهى السجال هلا حول هذا الموضوع الى اتفاق على معالجه الموضوع بمجلس الوزراء، يعني صار في مثل اتفاق انه تصفي بمجلس وزراء هي تعملها. نحن كنا معترضين، يعني نحن كنا بدنا القانون يقر، بس الاجواء السياسيه الموجوده كان بالصاله بالهيئه العامه بتدل انه لا في نيه انه يعطلوا القانون. هلا هون قصه الكيديه السياسيه يلي لانه القانون يمكن انا هيك عم بقول
حسيت يعني انه لانه القانون لعماد عون قدمه يلي هو بيحكي نفس الشيء يلي بتعمله الحكومه، يعني ما عم نقول شيء زياده ومتبنيين نحن المرسوم تبع الحكومه بكل بساطه، بس لانه لعماد عون طارحه وعم بيطرحه من زمان وهو اللي وقف الامور كلها على وقت الوزير شارب النحاس وعلى وقت الوزير باسيل ولحديت هلا الاموال، يعني لو ما نحن حفظنا الاموال كانوا صاروا بجيب سكين بكل بساطه، والاموال كبيره. وهلا بس على كل وعدنا الرئيس سلام يعني حلت موقف اذا بدك انه هو راح يوزع الاموال للبلديات حسب المرسوم اللي كلنا متفقين عليه. لا تنعقد جلسه مجلس الوزراء، اذ يبدو الرئيس سلام بحسب مصادره ما قالت لجريده المستقبل ليس بوارد دعوه الحكومه للاجتماع قبل بت ملف ازمه النفايات، مع اشارتها بمقاس المشاورات الجاريه بشان خيار الترحيل لحصول تقدم باتجاه بلوره الصيغه الامثل لاعتمادها بهذا المجال. امبارح بالجلسه التشريعيه كان في كلام للوزير اكرم شهيب، ما هيك في هذا حكي بغير سياق، يعني هو طبعا الكلام ما كان يعني ما كان مدرج ما كان على جدول الاعمال، ولكن اطلق صرخه عمل انتفاضه. طيب شو فهمتوا من هذه الصرخه؟ وين المشكله بموضوع صرخه الوزير شهيب؟ ومشكور على الجهد اللي عم بيعمله بالفعل يعني، وتعب وعمل كثير جرب، بس بالاخر مثل كانه كانت صرخه عشوائي يأس رح اقول انه ما عم بيقدر يحلها، وحط الازمه انه باطارها السياسي، مع انه يعني ما شفت انا وين صراحه، ما فهمت كيف عم نحكي هلا تقنيات وعم نحكي انه ينلقى مكبات، مثل ما عرفت انا في مكبات انلقت ولازم تبلش الامور. هلا كانت هو وقفت عند المكب يلي ناطر الوزير اكرم شهيب موافقه حزب الله عليه، لا بالبقاع الشمالي او ب وافقوا بجنوب، وافقوا على محل ووافقوا كلهم يعني. اذا وين المشكله؟ هلا ما بعرف اذا المشكله بمناطقنا، يمكن ماني عارف صراحه، ما افصح وين هو، بس مثل ما فهمت انا ومثل ما بعرف انه ناطرين يلاقوا مكبات، بس هذه المكبات بدها تكون مرحليه قبل ما يصير في مكب تقنيا جدي، وهو اذا بدك تحكي من الوضع المرحلي لازم يكون بمكبات ديجا قائمه وحسب النورم، ومثل ما بعرف انا تقنيا بيقولوا حتى الخبراء انه اكثر مكب قائم وحسب النورم هو مكب النعمه، يلي طبعا اهل النعمه بنفهمهم رافضين نهائيا انه ينحب. بقى في مشكله هون، لانه في محلات بده ينحط فيها مكب غير تقني مجبورين فيها مرحليا على شيء كيف ما كان. بالمناطق بالمنطقه المسيحيه بتقصد؟ هلا المنطقه المسيحيه يعني كانوا عم يفكروا برج حمود اكيد، يعني رافضين اهل برج حمود، يعني اهل المتن ما بدهم، لانه كمان برج حمود صار له 25 سنه 30 سنه هن عم بيتحملوا كل لبنان يعني ما ننسى، وعم محطوط مكب عشوائي يعني على البحر، يعني بتعرف كلنا بنعرف مش هيدا الحل. من هيك عم بيرجعوا بيروحوا على حل ثاني مكلف جدا هو اللي الترحيل. انحكى عن رجال اعمال سوريين ابدوا رغبتهم ب انه استيراد النفايات من لبنان، شرط انه يصير في تعاطي بين الحكومه اللبنانيه والحكومه السوريه، هل انت بهذه الاجواء؟ ابدا ما بعرف، ما عندي فكره، بس اكيد ما بعرف، ما عندي فكره. وبالنهايه هل الحل سيكون بالترحيل؟ الشيء اللي حسيته ممتلئة، الشيء اللي حسيته امبارحه انه ايه رايحين على الترحيل، لانه افصح الوزير شهيب انه اذا بدنا نكفي هيك ما عندنا خيار الا هيك الترحيل، وهذا رح يكلف ماليه الدوله بشكل كثير كبير. هلا بشكل كثير كبير ايه، بس انه على سنه زمان اذا بهالوقت صار في معامل معتمده ومطامر فيها نتحمل يمكن دوله لبنانيه سنه ترحيل مش غلط. انا هذا بشوفه هيك يعني. إذا بدنا نختم الحلقة بخلاصة نتيجة من الوضع السياسي مرورا إلى الاجتماع وصولا إلى الأمن، شو ممكن تقول دكتور؟ ما عاد عندنا ترف إذا بدك، الاختلاف السياسي صار هلأ مجبرين على التعاون، والدول كلها هلأ صارت كمان يعني ما ننسى كمان أنه في مسرب لتهريب الانتحاريين اللي عم بيكونوا. لبنان نوعا ما ضابط، نوعا ما ضابط حدوده، أنا عندي ثقة ملء الثقة بالجيش بالقوى الأمنية، بس في مناطق تانية مثل مثلا تركيا نعرف تركيا روحات والمجيات كيف عم تصير، الأردن ضابط حدوده مزبوط بالنسبة للسوريين يعني اللي عم بيجوا، أو بس في إرهاب عالمي صار مركزه الأساسي هلأ صار سوريا،
طب هذا انه داعش وسوريا والعراق يعني. والرد عليه لبنانيا يكون بتحصين الساحه الداخليه بشكل كثير قوي، يعني بطل فينا بقى نسمح لحالنا نتخاصم على اوكي حزب الله عم بيدافع وعم بيعمل وعم بحزب، يعني في كثير امور لازم بقى نحطها على جنب، كلنا سوا بنفس السفينه ورح تغرق، ما بقى في عندنا خيار، بدنا نتفق سوا ونخلص حالنا. هذا بشوفه دكتور وليد خوري. بهالخلاصة بكون وصلنا لختام الحلقة، بدي أشكرك شكرا جزيلا لمرافقتي. أهلا وسهلا فيك. شكر للمشاهدين على المتابعة، وإلى اللقاء غدا بإذن الله.